أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، ويشهد لذلك قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن حمل هموم الدعوة إلى الله وحمل أمانة الدعوة وتبليغ رسالة الله إلى عباد الله فقد حمل أشرف الأشياء وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، بل إنه الشيء الذي خلق الله من أجله خلقه وهو عبادته. ولا عبادة إلا بالعلم، ولا عبادة إلا بالبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فلا بد للداعي أن يستشعر أولا ما هي الدعوة، وما هي الرسالة التي يحملها، والأمانة التي في عنقه لأهلها. فإذا عرف عظم هذه المسؤولية علم أنه يتكلم لله وفي الله وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، وأنه يعقد الصفقة فيما بينه وبين الله، أن يكون أجره على الله لا على أحد سواه. قل ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم. وقال على أنبيائه عن نوح وهود وصالح وشعيب ولوط: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أجرك على من بيده خزائن السماوات والأرض، أجرك على من يكتب لك الكلمة والجملة والحرف، على من يكتب لك الخطوة والتعب والنصر والسهر، ويكتب لك كل صغيرة وكبيرة سبحانه وتعالى. وأجرك على من لا يضيع أجر من أحسن عملا، وهو الله جل جلاله. على الداعي أن يستشعر أن هذا المقام أحب المقامات إلى الله عز وجل، وهو مقام الأنبياء والرسل. فإن العلماء ورثة الأنبياء، وإنما يكون الداعي العالم، ولا يكون تكون دعوة إلا بعلم. ومن يريد أن ينال فضل الدعوة على أتم وجوهه وأن يكون في أكمل صوره فليتم العلم، ويكون من أهل هذه الرياض التي تنشر فيها رحمة الله، ويبتغى فيها ما عند الله، ويصبر ويصابر ويجد ويجتهد ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى في جميع ذلك حتى يبلغ من العلم. إذا بلغ ذلك قام بالدعوة على أتم وجوهها. أول ما ينبغي طلب العلم، وإذا طلبت العلم تطلبه بقوة، وتطلبه بعزيمة وهمة صادقة لا يثنيك عنها شيء، لا تثنيك عنها الدنيا وزينتها وغرورها وما فيها من متاعها الزائل. ما تكون بضعف تحس أن الدنيا ستفوتك، وأن أهل الدنيا يتاجرون ويربحون وأنت لا تتاجر ولا تربح، لا، بل تدخل في العلم وتحس أنك أنت الذي أربح صفقة وأكثر ربحا في تجارتك مع الله سبحانه وتعالى. طلب أقوام العلم فكفاهم الله هم الدنيا والآخرة. واقرأ في سير العلماء، والله إن منهم من كان لا يجد إلا طعمة يومه، مرقع الثياب، حافي القدم، ولكنه أغنى الناس بالله جل جلاله، وأسعد الناس، أشرحهم صدرا، وأثبتهم جنانا، وأصدقهم لسانا، وأوضحهم بيانا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا في طلب العلم وتحصيله، لا يشتكي من السهر ولا من التعب في طلب العلم، إنما يبحث عن هذا العلم بكل همة وبكل صدق وعزيمة. فإذا جد طالب العلم في طلبه عليه أن يعلم أن منزلته عند الله على قدر ما يحصل من العلم، فإن الله يرفع بهذا العلم درجات. وقد تجلس في المجلس الواحد وتدرس فيه مسائل يقل من يضبطها ويقل من يحصلها، فتكفي الأمة همها وتسد ثغرها، فيكون أجرك عند الله بمكان، فترفع درجتك بقدر ما كان علمك نفيسا عظيما محتاجا إليه. ثالثا، أن تعلم أن هذا العلم يحتاج منك إلى الأمانة، فلا تزيد من عندك شيئا، ولا تحدثن في دين الله برأيك ما لم يكن عندك حجة أو برهان. تحرص في مجالس العلم على أن تسمع وتحفظ، ثم بعد ذلك تعمل بضوء ما علمت وتبلغ ما سمعت، وهذا أكبر من